لم يعد غريبا أن نرى سوريا في أي تقرير حول الفقر أو تدني الأوضاع الغذائية للسكان. آخر هذه التقارير ما صدر عن منظمة الفاو للأغذية، حيث احتلت سوريا مرتبة متدنية على مستوى إنتاج الحبوب والزراعة. ويرد معدو التقرير هذا الانخفاض والتراجع إلى عاملين أساسيين، الأول يتعلق بالصدمات المناخية وانخفاض نسبة الأمطار، بينما يرجع العامل الثاني إلى استمرار الحرب داخل سوريا. فعلى صعيد الإنتاج الزراعي نجد أن استمرار الاشتباكات والأوضاع الأمنية والحرائق التي أصابت الغابات وقطع الأشجار والأضرار التي لحقت بنظم الري عوامل أسهمت في تراجع إنتاج بعض المحاصيل إلى النصف تقريبا، مثل الزيتون والفواكه. في المقابل نجد أن إنتاج القمح في سوريا قبل الحرب كان يكفي للاستهلاك المحلي وأحيانا للتصدير، لكن في ظل الأوضاع الصعبة وعدم قدرة الفلاحين على تأمين الأسمدة اللازمة بالإضافة إلى قلة الأمطار، تراجع هذا الإنتاج بشكل كبير، ما دعا النظام السوري مؤخرا إلى شراء ما يقارب 200 ألف طن من القمح الروسي. ويتوقع التقرير أن يستمر تراجع الحبوب في سوريا، وهو ما يعني ضرورة تأمين مساعدات غذائية لما يقارب 500,000 سوري على عجل. إذن هل تقبل سوريا على مجاعة كبيرة؟ وما هي الجهود المبذولة اليوم في الشمال السوري على صعيد دعم العملية الزراعية؟